انهزام موجع، انهزام مؤثر، بالخصوص مع فريق اللي كما قلت لهم البارح الجمعه كان يشرفوا كثير كي يلعب مع الفريق الوطني، ماهوش من فريق باش ينظم مباراه وديه، حتى لو كانت مباراه وديه مع الجزائر، هي الجزائر عندها لاعبين عندها مستوى عالمي، مستوى عالمي ماهوش. اذا لابد حسن استعمال هذه القوه وهذه المواهب اللي موجوده في الفريق الوطني. النتيجه ماهيش مرضيه، النتيجه مؤسفه جدا.